مرحبا شباب، تحياتنا لكل متابعينا من خلال قناتنا على اليوتيوب، قناة عن السادة المكتوبة باللغة الإنجليزية، وعلى الفيسبوك من خلال البيج بلاوي العلاوي على السادة. أصدقائي وأعزائي، اليوم عندنا تجربة حلوة حبينا نسويها، نتابع بيها سلوك البلابل الطبيعي، سلوك بدون أي تأثير ولا أي خوف. احنا عندنا هذا القفص الكبير، اليوم وصلتنا وجبة بلابل أليفات. قبل ما نوزعهن على القفص، مثل ما يعرفون دائما الاصدقاء، احنا نستلم البلابل بدون قفص فيجيبوهن وجبه كامله. حبينا نسوي هاي التجربه، وهي ان نطلقهن كلهن بقفص واحد ونتابع سلوكهن. طبعا السلوك احنا جربنا نطلقهن بقفص واحد ونتابعهن، ما يطلع سلوكهن الحقيقي. فاليوم انا قاعد اراقبهن من خلف الزجاج المظلل ودي اراقب سلوكهن. طبعا دني أليفات به النفيتين وثلاث فحلة. احنا الغرض من هذا الفيديو احب اصور لكم انه سلوك البلابل اذا انطلق بمكان واحد ايش راح يصير، وراح يتراهمن او ما يتراهمن. طبعا انا قبل شارحة لكم بفيديو انه المحميات اللي تحتوي على اكثر من زوج ما تنجح نهائيا، والسبب راح يطلع عندنا فحل مهيمن او مسيطر على المكان راح يقتل البقيه. ونفس الشيء النثي هم نفس الحاله، النثي اللي راح تتزوج هذا الفحل راح تكون قويه كلش، راح تكون مسيطره وتحاول تقتل البقيه كلهم. مثل ما تلاحظون عندنا هذا الفحل، الفحل الفوق سيطر على الجهه الفوق كلها، نزل البقيه كلهم. هذا الفحل راح يبدي يفحص بالاعشاش حتى يختار او تختاره النثي حتى تتقرب من عنده. بعد ما راح يسيطرون ويختار العش راح يبدي يقتل البلابل للبقية. لاحظوا وياكم هسه، هو ده تشوفون انتو شلون مسيطر فوق، هو البقية كلهن دي يخافن من عنده يصعدن. عندنا هاي النثية اللي على الجهة اليمين، هاي النثية طبعا معزولة، دتراقب التحركات مال الفحلة حتى تختار الفحل المناسب إلها. تشوفون هنا هسه هذا عندنا فحل عبر لهاي السلة حتى يفحص، هذا دي يشوف العش، هذا فحل الثاني ايضا دي يشوف هذا العش. طبعا بعض الحالات اكو عندنا فحول عندهم غريزة الابوة عالية كلش، فيبادر هو بالبداية يفحص العش للنثية، يعني يفحص العش حتى النثية تنعجب به او حتى يجذب النثاية الى انه ذكر جاهز ومجهز مكان للتعشيش، فتكون النثية رأسا موجودة او راح تنعجب به هي. هنا تشوفون هسه هذا عندنا فحل فوق اللي على اليمين بيفحص بهذا العش، وعندنا هذا الفحل الثاني اللي على اليسار مسيطر على هذا المجثم وعلى العش، وعندنا نثية تراقب السلوك اللي على اليمين بالركن، وعندنا هاي نثية اللخ تحاول تتودد للفحل، بس الفحل هذا كلش حاد ما يقبل اي احد يصعد فوق. طبعا أنا خليتهن تقريبا صارهن ساعة. طبعا هذن أليفات، أليفات رأسا توالفن، لو بريات ما راح يتوالفن نهائيا، راح يتأخرن يظلن ما يطلع عن سلوكهن الطبيعي، بس ذني أليفات رأسا توالفن ويا المكان تأقلم الطبيعي. طبعا الموضوع فشي كلش حلو أن تراقب سلوكهن بدون أي تأثير وطبيعي مثل ما هسه احنا وياكم دراقبهن. طبعا مثل ما قلت لكم اذكركم ان المراقبه من خلف الزجاج المظلل مثل ما تلاحظون، يعني الطيور ما تدري بينا نهائيا، واذا نحصل على سلوك طبيعي. شوف الفحل هذا شلون صعد للعش من جديد، رجع نزل، يعني كانما حجز هذا الطابق كله له. هذا الفحل يحاول يصعد له، هذا اللي على اليسار يحاول يصعد يمه بس بدون فايدة، لان هذا الفحل اكبر بالعمر واخشن فمسيطر. هذا الفحل الثاني يحاول يصعد هم بدون فايدة، والنثية هنا النثية بدت ها تلعب بهذا الزرع الاصطناعي، يعني بدت، بس هذا شيء بعيد لان احنا اليوم قلت لكم انا اول يوم قال نسوي اليوم اول يوم ان شاء الله، وباكر ايضا راح احاول هم اصور لكم واشوفكم السلوك شلون راح يصير مالتهم. تحياتي لكم.